الفسقة المجرمون. العلمانيون المارقون لا يفتؤون الليل والنهار في إفساد هذا البلد المسلم، ويدأبون أبدا على العمل على إفساد هذه الديار المسلمة الطيبة. فمثل هذه الكتابات الفاجرة يقوم بها أناس فسقة متحللون من الخلق والأدب القويم، ويصورون أن المجتمع المسلم هذا مجتمع رذيلة، ودت الزانية أن لو زنى النساء جميعا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يريدون أن يتلوث هذا المجتمع ويتلطخ بما تلطخوا به هم السفهاء المجرمون القمامات. فهذا الكتاب واجب على ولاة أمر المسلمين أن يمنعوا طباعته ويمنعوا نشره. لا يحل لهم البتة أن يتهاونوا فيما يفسد دين هذا المجتمع الليبي الطيب، بل ينبغي أن يضربوا بيد من حديد كل من يتطاول على أصول الإسلام وأخلاق المسلمين وآداب الإسلام. كتابات تطبع على مرأى من الكثيرين ويحتفل لصدورها، قبحهم الله. فعلى الجهات المعنية بدءا من الإعلام والثقافة إلى الجهات الأمنية أن يتوخوا الحذر من كيد هؤلاء ومن مكر هؤلاء، ولن يفلحوا. فالدعوة السلفية تملأ الدنيا، والخيرون عند كل جبل وواد وسهل. لن تفلحوا معاشر الأقزام تطاؤون تحت أقدام أهل التوحيد اليوم أو غدا أو بعد غد. فصبرا صبرا، الدعوة السلفية لله الفضل والمنة، ما يستطيع أحد يقف أمامها، هي تسبقنا ونحن نهرول وراءها. تمشي إلى واد تجد الدعوة السلفية ملأته، تذهب عند جبل في قمته ربما تجد راع قد وصلته الدعوة السلفية، ملأت الدنيا مشرقا ومغربا. يا خفافيش، أنتم خفافيش ضعفاء. هذا الكتاب يفضح سيركم وطريقتكم. اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم لا تبقي فيهم مغرز إبرة بلاء ووباء مرضا وأسقاما.